اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم مصر احلى. من افضل الحملات اللي احنا اطلقناها من حوالي 5 سنين، وبحس ان الناس متابعاها وبصراحه بتهتم بيها جدا، الحمله اللي بداناها عن التوعيه بالغذاء الصحي السليم. وكانت الفكره احنا كنا عايزين ازاي يكون البني ادم او الانسان اللي هو محور التنميه او اللي بيدير العمليه التنمويه يكون صحيا، يعني هو قادر على الاداره العمليه التنمويه، ما يكونش مريض او يكون في اي امراض تعوق هذا الانسان عن الاداره والحركه. واكتشفنا ان طبعا ومن خلال الفتره دي كلها ان ايضا ان المرض، ربنا يعافيكم جميعا يا رب ويعافي كل الناس، ان المرض بيبقى عبء مش فقط على الانسان المريض او على اسرته او على عائله او على المكان المحيط به، ولكن هو ايضا عبء مكلف ايضا على الدوله. ازاي ان احنا نقي انفسنا من الامراض؟ فلقينا ان من اهم الاسباب اللي بتصيبنا بالامراض هو الغذاء اللي بناكله وبنشربه. عفوا. لقينا ان ده من اهم الاسباب المباشره، ان احنا للاسف طريقه اكلنا وشربنا غير صحيه وغير سليمه، ناهيك عن دخول البزنس في عالم التغذيه، الاكل والشراب، يعني اكلنا وشربنا دخول البزنس فيه، وللاسف هنقول قله الضمير يعني في البعض، يعني مش هنقول ما نقدرش نعمم لان التعميم ضد المنطق، ولكن في كتير او في بعض الاحيان في بنلاقي ان مفيش ضمير، في فساد. احنا بنحارب الفساد ده من خلال الحمله دي بالتوعيه. احنا لا لينا خصومه مع اي حد، لا من بعيد ولا من قريب. في الاول في الاخر بنشتغل وبنعمل على نفع الناس، نفع الناس بان انا بقدر المستطاع ان احنا نشوف ايه الصح ونعمله، ايه التوعيه الصحيحه، وازاي ان انا اقي نفسي واولادي واهلي والناس كلها اللي ممكن اكون بحبها من خلال التوعيه اللي احنا بنحاول نقدمها لحضراتكم. طب بنحاول نقدم التوعيه مع ناس متخصصين، يعني امتثالا يعني وزي ما بنقول كده ان ربنا سبحانه وتعالى اوصانا وامرنا بان نقول واسالوا، بسم الله الرحمن الرحيم، واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاحنا بنروح للمتخصصين، صدق الله العظيم، بنروح للمتخصصين علشان نعرف ايه الصح. مش اي حد بينزلني يعني في ابواق الشيطان اللي هو يعني الانترنت اللي هو مفتوح لكل الناس، اي حد يطلع يقول معلومه فاخدها واطبقها. لا، انا بشوف الناس اللي عندها علم، الناس اللي هي كرست حياتها علشان تدرس وتتعلم وتبحث ويكون في عندها يعني كثير من الخبرة والمعرفة والدراسات والأبحاث، ويكون خدت مكانة في الدولة وليها يعني منوطة بالشكل ده بأن هي اللي تقول لنا إيه الصح وإيه الغلط. هو ده اللي احنا مشينا عليه وعملناه، ويا رب نكون ماشيين على الخطى الصحيح. ودايما يعني بالأول والآخر بنقول احنا بنعمل أو بنشتغل عند ربنا سبحانه وتعالى، وأجرنا عند الله. يا رب نكون فعلا احنا بنقدم ما ينفع الناس، ويكون فعلا الحملة دي الناس بتستفيد منها زي ما أنا شايفة اهتمامهم. أما البعض اللي ممكن يكون شايف المعلومات اللي احنا بنقولها، طب ما احنا يعني كل حاجه انتوا كده بتقولوها غلط، ما كل حاجه كده يعني هناكل ايه ونشرب ايه؟ طب ما هو احنا حضرتك بنقدم لك المعلومه الصحيحه اللي انت مفروض تعملها بقدر المستطاع اللي انت تقدر تنفذه، وبقدر المستطاع اللي انت تحاول تمشي عليه. النهارده كمان ان شاء الله هنقدم بعض الحلول اللي احنا يعني البديله، يعني احنا حاولنا نعملها طبعا في حلقات كتيره قبل كده، ولكن النهارده هنسلط الضوء عليها اكتر عشان الناس ممكن بتجتزئ من اللي احنا بنقوله من خلال فيديوهات، تاخد جزء مش كل المعلومه وتاخد الجزء. لا، اتمنى لما تيجوا تشوفوا حاجه شوفوها كامله وتعرف ايه الحل. يعني اذا كان مثلا ايا ما كان مثلا حاجه منتج معين احنا بناكله ده بناكله غلط، لا، البديل بتاعه ان انا اعمله كده، اسمع البديل، ما تشوفش الجزء الصغير ده وبعدين تقول انا ما عرفتش حاجه، انت كل حاجه بتقولوها لنا غلط. وفي الاول في الاخر احنا بنقدم النصيحه وبنقدم الصح، حضرتك لك ان انت تعمل بها او لا تعمل. في الاول في الاخر دي صحتك اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لك امانه وهيحاسبك عليها، صحتك وحياتك واولادك. لازم ان انت ربنا سبحانه وتعالى في الاول والاخر هيقول لك انت عملت فيها ايه.
انا مش عايزه اطيل عليكم اكتر من كده، ولكن حبيت ادي نبذه سريعه عن الحمله دي وان احنا بنعمل ايه، وارد على البعض عشان عارفه ان في ناس ما بتحبش تسمع البعض. طبعا مش كتير، انا عارفه الناس كتيره قوي الحمد لله بتتابع ده وبتحب ده، ولكن البعض يقول لك ما احنا طول عمرنا عايشين كده، ما احنا طول عمرنا ما جالناش مش عارف ايه. لا، الامراض انتشرت بشكل كبير جدا، لان للاسف عندنا الثقافه الخاطئه اللي هي بدات تنتشر في السنوات الاخيره، في العشر سنوات او فيما اكتر، طبعا اكتر من 10 أو 20 سنة، بان احنا بقينا ناكل بطريقه غلط، وده طبعا اللي اثر على صحه ناس كتير قوي، وانتشرت الامراض. ربنا يعافينا جميعا يا رب.